ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء اليوم الاحد 10 يوليو تموز 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو. الموضوع ده بيزداد صعوبة اكتر في الشغل، علشان كده لازم تبقى بتتقبل كل عروض المساعدة من كل زملائك علشان يقل قدامك جبل العمل اللي بيقبع بشكل تدريجي لغاية ما يصبح مهام ممكن انك تعرف تتعامل معاها. هتبقى بتتسم حياتك الخاصة بعدد كبير جدا من النزاعات. ما تخليش الموضوع ده يصيبك بإحباط، حتى لو كنت بتواجه الأسوأ في يومك ده. حاول تستنى شوية لأن الحل دايما بيجيلك من الداخل. في بعض الأحيان ما تقللش من أي أعراض جسدية ممكن تبقى بتشعر بيها، دايما دور عن السبب وراها. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية مواليد 1 يونيو ل 11 يونيو، روح الفريق اللي انت بتتمتع بيها تعتبر واضحة جدا في اليوم ده، لانك دايما بتوضع احتياجاتك بشكل اولي، وده كله بيلاحظه زملائك في الشغل. حتى لو استمريت بالشكل ده هيعتبروك النهاردة القوة الدافعة ليهم. هتعتني بأسرتك اكتر في الوقت ده، لان الوقت يعتبر مناسب علشان تحل من خلاله نزاعات كتيرة. هيسهل عليك انك تبتدي في كل ده، وممكن يكون الاتصال بأسرتك مفيد جدا ليك ولصحتك. كل الوصفات المنزلية والأمان الأسري من الأمور اللي بتعتبر مفيدة لما تمرض. بالنسبة لي توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو. مهاراتك التنظيمية تعتبر مطلوبة جدا في الشغل في اليوم ده، ممكن تجمع كل أفكار زملائك وبالتالي هتتفوق أكتر. ممكن يكون لكل ده تأثيرات إيجابية كبيرة على ثقتك في نفسك. كل ده بيلاحظه كل أصدقائك لأن في نزعة متناغمة فيك. انت ممكن تبقى قادر علشان تجمع شخصيات كتيرة جدا مختلفة مع بعض. انت دايما بتشعر بحالتك الكويسة، انت دايما مهتم بصحة الاشخاص اللي حواليك. علشان كده بنصحك انك ما تنساش انك تشتغل على انك تغير عاداتك الحياتية اللي بتعتبر غير صحية.